حدوث تقدم على صعيد بدء البحث في اتفاق جنيف واحد واصفين الجلسة بالإيجابية، لكن المعارضة قالت إن البحث ركز على هيئة الحكم الانتقالي، بينما قال النظام إن الأولوية للإرهاب. وقالت المستشارة السياسية للرئيس السوري بوثينة شعبان للصحفيين بعد انتهاء الجلسة، قالت إن المحادثات كانت إيجابية. وكان عضو الوفد المعارض لؤي صافي قال للصحفيين في وقت سابق: حصل تقدم إيجابي اليوم لأننا للمرة الأولى نتحدث في هيئة الحكم الانتقالي. وقالت شعبان: الفارق الوحيد بيننا وبينهم، وهو فارق كبير في الواقع، هو أننا نريد أن نناقش جنيف واحد فقرة بفقرة ابتداء من الفقرة الأولى، أما هم فيريدون أن يقفزوا إلى الفقرة التي تتحدث عن الحكومة الانتقالية. إنهم مهتمون بأن يكونوا في الحكومة فقط، لا بوقف هذه الحرب المروعة. وقالت: ما يروج له الطرف الآخر هو الحكومة، لأنهم مهتمون فقط بالمناصب والسلطة. نحن مهتمون بوقف هذه المأساة الفظيعة التي يعاني منها الشعب السوري في كل أنحاء سوريا. ومن ناحية أخرى، أكد الأخضر الإبراهيمي قوله إن جلسة الغد ستتناول الإرهاب. وقال صافي من جهته: وضعنا نقاطا عدة للبحث في الأيام القادمة تتعلق بحجم الهيئة وعدد أعضائها ومهامها ومسؤولياتها وآليات عملها وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى. وأوضح أن الإبراهيمي وضع النقاط وقال إنها نقاط جيدة للحديث. ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن مصدر دبلوماسي قوله إن خبراء روسيا وأمريكيين اتفقوا اليوم الأربعاء على زيادة الضغط على وفدي الحكومة والمعارضة السوريين للتوصل إلى تسوية في محادثات جنيف. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: اتفقنا على أنه ينبغي علينا قبل أي شيء تعزيز التعاون بيننا وزيادة الضغط كي يعمل الجانبان سويا بمزيد من النشاط للتوصل إلى تسوية. مباشرة من العاصمة البريطانية لندن عبر الهاتف السيد بسام جعارة الناشط والمعارض السوري، تحية طيبة لحضرتك أولا. أهلا. طيب سيد بسام، هل ترى تطورا إيجابيا في اجتماعات جنيف 2؟ اسمحي لي أقول بكل وضوح، لا يوجد أي تطور إيجابي. التطور الوحيد الذي حدث هو أن الروس ضغطوا على النظام لكي يقبل بمناقشة بنود جنيف واحد. كان النظام يرفض ويقول أنه لا يعترف لا بهيئة انتقالية ولا بأي مسألة أخرى، حتى الجوانب الإنسانية البسيطة التي توقعنا أن يقدمها النظام كرشوة للمجتمع الدولي لكي يظهر تعاونه أو نيته الحسنة، حتى هذه المسألة امتنع عن تنفيذها. بمعنى أوضح، النظام أجبر على الدخول إلى جنيف ولا يستطيع الانسحاب من جنيف لكي لا يتحمل مسؤولية الفشل ويقع تحت طائلة العقوبات وفق الفصل السابع في حال اصدار قرار مجلس الامن. هذا هو وضع النظام، واعتقد ان هذا الوضع لن يتغير. سيحاول النظام الان كما قال ان يدخل في التفاصيل، في تفاصيل بنود جنيف واحد، وانا اعتقد كل تفصيل سوف ياخذ اسابيع. يعني ستطيل من امد المباحثات اذا رجعنا وفق البيان الحكومي للوفد السوري، اذا عدنا مره اخرى الى جنيف واحد من وجهه نظرك وراجعنا فقره فقره، سيطيل هذا الامر من امد المفاوضات، وبالتالي نجد لم نحقق ولم نحرز شيء، اليس كذلك؟ اسمحي لي اوضح اكثر، كلامك دقيق. اللي بدي اقوله تماما، كان يفترض اتخاذ اجراءات قبل الوصول الى جنيف، منها وقف اطلاق النار، اطلاق سراح المعتقلين، وقف اطلاق البراميل على المدنيين. كل ذلك لم يحصل على الاطلاق ولم تحصل معه مسألة فتح ممرات انسانية. كل هذه المسائل تركها النظام للتفاوض في جنيف. معنى اوضح، يريد كما قال وليد المعلم منذ اشهر، قال سنغرقهم في التفاصيل، ولكن الامر بات مكشوفا، واعتقد ان المجتمع الدولي سيدرك عاجلا ام عاجلا ان هذا النظام لن يفاوض ولن يقبل. وانا اقول الان، لماذا سيسلم بشار السلطة إذا كان قبل جنيف في أسبوعين تلقى كميات هائلة من السلاح الروسي، بالإضافة إلى التدخل العسكري من الحرس الثوري الإيراني ومن حزب الله ومن الميليشيات الشيعية؟ النظام ما زال يعتقد أنه قادر على حسم الوضع على الأرض، والجميع يدرك أن النظام لن يستطيع. لو لم تمنع أمريكا السلاح عن الشعب السوري، بأعتقد كانت الأمور على الأرض أوضح، ولكان النظام في موقف
أضعف على طاولة المفاوضات. مرة أخرى أقول هذا الأمر لن يحسم إلا بطريقتين، إما أن تتخذ المجموعة الدولية قرار بفرض حل على الطرفين أو تسليح الشعب السوري لكي يتمكن من إسقاط النظام. أما إذا بقينا على طاولة المفاوضات فأنا أؤكد لك بأن عدد قتلى سيزداد كل يوم، إجرام النظام سيزداد كل يوم، يتلقى أهلنا في سوريا عشرات البراميل بالإضافة إلى الصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات. طيب السؤال الأخير هو جنيف واحد أهم أو أبرز النقاط التي جاءت فيه هي الوصول إلى حكومة انتقالية لديها كل وجميع الصلاحيات وتتحكم أيضا في المؤسسات، مؤسسات الدولة. متى يدرك وفقا لكلام حضرتك المجتمع الدولي أنه الأزمة لا تحل بهذه الطريقة، أو ربما لابد لنا من استحداث طرق ووسائل أخرى من أجل الوصول إلى حلول جذرية لإنقاذ الشعب السوري نفسه؟ مرة أخرى أقول كلامك دقيق جدا، يعني بمعنى أوضح النظام يعرف تماما أن الهيئة الانتقالية بصلاحيات كاملة تشمل الجيش والأمن والمالية، تعني أن بشار الأسد أصبح من الماضي. الجميع يقول الآن أن بشار أصبح من الماضي، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يترجم إلا بالقوة. عندما وقف المجتمع الدولي يعني ورفع سيفه، اضطر بشار إلى تسليم السلاح الكيماوي، واضطرت إيران إلى تسليم النووي أيضا. وعندما يفرق بشار أو عندما تشهر العصا في وجه بشار، أعتقد أن القصة ستحسم فورا. ولكن إذا ظل الموقف الدولي على هذه الميوعة التي نراها الآن، فأنا أعتقد بأن سوريا مهددة بمزيد من القتل، بمزيد من الدمار، بمزيد من دخول منظمات وأطراف إرهابية إلى سوريا، وكل ذلك يجري على حساب الدم السوري. بسام جعارة الناشط والمعارض السوري مباشرة من لندن، شكرا جزيلا لك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام حسن متابعتكم لهذه الحلقة، واتجه بكم شمالا الأسبوع القادم في ذات الموعد. إلى اللقاء.
عموما يعني او معارض هو ناقص كتير يعني احنا كنا كلمات بنعرف وانا كنت وجهت رساله لوزير الثقافه اتمنى ان المركز الفنادق ده يتكرر في كل محافظات مصر بنفس الاستمرار بنفس الحياكه اللي فيه اللي هي بتخلي الفنان هو بيعرف